اهلا بكم مشاهدينا من جديد. بينضم الينا هنا في الاستوديو الاستاذ عاطف شادي الناقد الرياضي بجريده الجمهوريه. استاذ عاطف ازيك؟ اهلا وسهلا بك. انا سعيد ان انا معاك للمره الثانيه والله. ده يعني شرف لينا وسعاده لينا. عندنا كذا ملف عايزين نفتحه النهارده. عايزين نتكلم على الموسم طبعا للميركاتو، وعايزين نتكلم على استعدادات الاهلي قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك على صعيد الصفقات سواء في الاهلي او في الزمالك واستعداداتهم طبعا. بس قبل كده اجتماع مهم جدا لاتحاد الكره كان بيناقش فيها ابرز المرشحين. صحيح. من المدراء الفنيين لتولي المنصب. طبعا استاذ عاطف كان موجود في الاجتماع وعنده حبه كواليس كده هيكشفها واحنا بنتكلم سريعا. الاسماء المرشحه تاني لويس بينتو والاسباني كيكي فلوريس والمكسيكي خافير اجري والبوزني وحيد خليلو زيتش. طيب نستعرض كده السي في بتاع كل مرشح من المرشحين. نبدا بلويس بينتو. لويس بينتو يعني ده اللي كان مفاجاه بالنسبه للنهارده لمجموعه الصحفيين اللي كانوا موجودين بتغطيه اتحاد الكوره. يعني انا مهتم جدا بملف المدرب المدير الفني من ساعه ما رجعنا من كاس العالم. اتكلمنا كتير قوي وتعرض علينا اسماء او تعرض على مجلس اداره اتحاد الكوره اسماء. فوجئنا بان النهارده بينتو ما كانش موجود تماما في الفتره اللي فاتت. واحنا بتقلنا النهارده الاربع اسماء تخيلنا ان ممكن حد تاني. يعني كان في كارلوس كيرش كان موجود، كان في رينارد لسه في كلام معاه متواصل، لكن فوجئنا بيه بينتو. وانا يعني بذاكر السيفيهات بتاعت كل مدرب من المدربين. لويس بينتو هو اعتقد كوستاريكي وكولومبي المولد. صحيح. كل خبرته ما بين انديه في كوستاريكا وانديه في كولومبيا. وهو اقل السيفيهات الاربعه اللي لا هو مش سيفيه مش موجود اصلا. صحيح. فليه؟ يعني لماذا ورا الاسم لويس؟ احنا استغربنا جدا النهارده. يعني احنا فوجئنا باسم بينتو، بينتو ما كانش مطروح تماما. احنا الفتره اللي فاتت كلها اسم بينتو ما كانش طرح او تردد في وسائل الاعلام. كان في سلافن، كان في دالتش، كان في مدربين هايلين جدا في اسماء كبيره. يعني في وسط الاربعه دول هو اقل السيفيهات، واعتقد ان هو يعني مش بنسبه كبيره هو بعيد عن تدريب منتخب مصر. طيب عظيم. المدير الفني التالي طبعا الاسباني كيكي فلوريس. مدرب هايل جدا، عنده تجربه في نادي العين الاماراتي، وكان معاه الكابتن محمود فايز كان مساعد هيكتور كوبر. كان معاه برضه مساعد هناك في تدريب من نادي العين. كيكي فلوريس مدرب هايل جدا وسي في عظيم. يعني انت لو بصيت في الدوري الاسباني مسك انديه كتير جدا، مسك كمان واتفورد في الدوري الانجليزي. هو مدرب هايل، لكن هي المشكله كلها في كيكي فلوريس ان هو ما عندوش خبره التعامل مع المنتخبات. يعني هو كل مشواره في الفتره اللي هو درب فيها كانت مع انديه فقط. هو على فكره لعب مع اتلتيكو مدريد وخد معاهم كاس السوبر الاوروبي. يعني خد اليوروبا ليج، خد اليوروبا ليج وخد السوبر الاسباني مع اتلتيكو مدريد. وهو مدرب هايل جدا وسي في. هي مشكله كلها واعتقد لو كانت الذاكره ما تخنيش يعني هو طلع رابع بريمير ليج تقريبا. صحيح. مع واتفورد، وكان الناس كلها لما مشي هناك كانت انتقادات بتتكلم ازاي مشي. هي قصه. هو انا التعليق الوحيد على كيكي فلوريس ان هو بداياته مع اي فريق بيمسكه بتبقى بدايات مبهره. صحيح. جدا بعد كده الكيرف المنحنى بيكون في النازل. ده ممكن ما يبقاش قلق بالنسبه لنا، لان التعاقد اللي يعني وفقا للكلام من جو داخل اتحاد الكوره التعاقد هيبقى لمده 4 سنين. فانت هتمشي معاه واحده واحده. عندك اول تجربه ان شاء الله يوم 8/9 مع منتخب النيجر، مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا في تصفيات كاس الامم 2019 لابد من الفوز فيها. فهو دي هتبقى البدايه. انا كنت بعيب على مجلس اداره اتحاد الكوره تاخير الاعلان عن المدير الفني، خاصه انت بتتكلم تخرجت من كاس العالم يوم 25/6 الماضي لحد النهارده. 25/6 احنا خرجنا من كاس العالم. احنا ودعنا كاس العالم منتخب مصر 25/6 مباراه السعوديه، احنا خسرنا ب 25/6. النهارده انت بتتكلم في 24/7. بالتالي شهر كامل انت المفروض على الاقل كنت تعلم فيه المدير الفني، لكن تيجي النهارده كمجلس اداره تجتمع وتقول انا لسه بحدد 4 اسماء. الموضوع صعب شويه، وان كان ليهم وجهه نظر. يعني مجلس اداره اتحاد الكوره بوجهه نظر ان كده كده المنتخب اول تجمع هيبقى لسه في شهر 9. كمان منتخب ما فيش كوره في مصر تقدر يتابعها، سواء حتى كمان على صعيد المحترفين ما فيش كوره مع المحترفين يقدر يتابعها. فبالتالي اعتقد ان شاء الله ومجلس اداره وعد ان هو على بدايه الاسبوع اللي جاي
او مع بدايه شهر 8 يقدر يحسم تماما اسم المدير الفني ويعلن عنه باذن الله. طيب ده بالنسبه لتاني مدرب. خلينا نشوف المدير الفني لمنتخب الجزائر خليل لوزيتش. طبعا هو من البوزنه طبعا. عايزين نشوف ايه عيوبه وايه مميزاته. ده بالنسبه لي هو اقوى سي في، يعني هو سي في هايل جدا، خاصه طبعا عنده تجربه مع منتخب اليابان، تجربه قويه جدا مع منتخب الجزائر، وصل بهم في كاس الامم 2000 كاس العالم 2014 في البرازيل، خرج من الدور الثاني، وصل معاهم الدور الثاني، وكان مهدد بشكل المنتخب الالماني، كان مهدده بالخروج من البطوله. بعد كده منتخب المانيا كمل مشواره وتوج باللقب. وحيد خليل لوزيتش مدرب هايل جدا ويقدر يبني فرقه، ولكن هي عنده مشكلتين كبار. كان في جلسه مع وكيل اعماله في فرنسا، كان حاضرها الكابتن حازم امام والمهندس سنه بريده، ما قدروش يتوصلوا لاتفاق مادي معين. كمان هو النقطه الثانيه ان في بعض التخوفات من برضه مصادر من الجزائر اكدت ان في اتصالات تمت ما بين مسؤولين في اتحاد الكوره ومسؤولين في الجزائر بيسالوهم على تحديدا تقريبا رئيس اتحاد الجزائر محمد الرئيس السابق محمد روراوة، اتكلم وهو موجود دلوقتي في الاتحاد العربي، اتكلم معاه ايه الراجل، احنا داخلين على تجربه جديده، ايه الامكانيات. كان كل التحذيرات ان هو الراجل عصبي وتنشن بشكل كبير جدا، وممكن تصرفاته ما تبقاش غير مقبول. وعلى فكره حصل مع منتخب اليابان، هو سابهم برضو بعد التاهل في فتره برضو من الفترات، كان برضو عنده مشكله كبيره جدا وخرج من هناك. فهو ده اللي مخوفهم من الاتمام التعاقد مع خليل لوزيتش، ولكن هو مازال موجود في الصوره، في تفاهم مفاوضات معاه، ولكن ممكن يكون هو بعيد سنه اقرب المرشحين، هو الرابع اللي انت هتعرضه دلوقتي. هو بس انا قبل ما ننتقل للمكسيكي خافيير اجاري، صحيح، في بس موقف اعتقد هو كان طرفه وحيد خليل لوزيتش، ان هو شاط لعيب من ناميبيا، هو عصبي جدا، من غير كوره، ودي تحذيرات كتيره جدا، ومجلس اداره اتحاد الكوره حط في الحسبان دي ان انت لا، انا مش عايز، انا عايز مدرب يقعد معايا 4 سنين يبني لي منتخب لكاس العالم 2022. عندنا كمان في النص بطولتين، بطوله كاس الامم 2019 كاس الامم 2021 نقدر نشتغل عليهم ونبني منتخب. اعتقد انت عندك دلوقتي نواه منتخب تقدر تشتغل عليها، فلابد ان انت تختار مدرب يقدر يتفاهم معاك. ما ينفعش تقوم جايب مدرب مثلا، اعتقد من وجهه نظر تيجي خليل لوزيتش بالعصبيه دي او بالممكن عدم السيطره على انفعالاته، تيجي مع قبل بدايه كاس العالم او قبل بطوله مهمه في البطولات اللي في النص دي يمشي، اعتقد لا، الموضوع صعب. لابد انت تحسن الاختيار، لكن الفتره طالت، لابد مجلس اداره اتحاد الكوره في خلال الايام اللي جايه يعلن عن اسم المدير الفني بشكل كبير. عظيم جدا. الرابع المرشح الرابع مدير الفني المكسيكي خافيير اجيري، البعض بيشبهه بانه حسن شحاته، بيهتم جدا بالجانب المعنوي للاعبين، بيقول من ضمن تصريحاته الشهيره يعني، بيقول ان اللعيب بيلمس الكوره دقيقتين فقط طوال التسعين دقيقه، فبالتالي الباقي لازم يهتم بالجانب البدني للعيب والتحركات والتكتيك في الملعب. خلينا اقول لك اجيري هو اقرب الاربعه، يعني في الوقت الحالي هو في المفاوضات هو اقربهم ناحيه ماليه وناحيه فنيه. اجيري 59 سنه على ما اظن، يعني هو مش كبير، مش كبير، فبالتالي تقدر تتعامل معاه. كمان عنده نقطه مهمه قوي، ان هو كان مسك منتخبات كبيره، يعني منتخب المكسيك مسكه مرتين. كمان كان عنده تجربه في عربيه، مسك في اعتقد كان في العين والاهلي في دبي. لا، عنده تجربه كبيره، هو يعتبر اقرب المرشحين دلوقتي. وان كنت ازيد عليك ان في كلام مازال متواصل مع الفرنسي هيرفر نار مدير الفني منتخب المغرب في الوقت الحالي، برغم ان هو طلع واعلن قال انا مستمر مع منتخب المغرب، ولكن الفتره اللي فاتت شهدت بعض المشاكل. كان في احدى الندوات اللي عاملها الاتحاد الافريقي لكره القدم وداعي فيها عدد كبير من المدربين، من بينهم كان هيرفي رينار، والاتحاد المغربي كان اكد عليه حضوره، فوجئ ان هو ما حضرش وارسل المساعد بتاعه. دي عملت مشكله كبيره دلوقتي. اعتقد هيرفي رينار بنسبه كبيره ممكن يرحل، هو ده معلوماتي ان هو اتحاد الكوره تواصل معاه عن طريق وكيل اعماله في الايام اللي فاتت، وطلب منهم مهله لبعض الوقت ان هو ينهي اموره وينهي ارتباطاته بالاتحاد المغربي لكره القدم. وبالتالي اعتقد ان مجلس اداره اتحاد الكره متمهل بشكل كبير في اختيار المدير الفني لحد نهايه الشهر، لعل وعسى لو هيرفي رينار رحل عن تدريب منتخب المغرب، اعتقد ان هو هيبقى الخيار الافضل
والاحسن لمنتخب مصر في الفتره الجايه، لانه مدرب هايل اللي يقدر يبني لك منتخب على المدى البعيد. اعتقد وكمان احنا عندنا نواه منتخب، انت بتتكلم محمد صلاح، النني، تريزيجيه، لعيبه اعتقد ان هي ممكن تقدر تكمل معاك في الفتره اللي جايه. الجميل في منتخب مصر كمان ان منتخبنا العناصر السنيه بتاعته اغلبها طبعا باستثناء انت بتتكلم في احمد فتحي وعبد الله السعيد وممكن طارق حامد وعصام الحضري، بعض العناصر الى حد ما ممكن ما تكملش معاك لمرحله 2022، ولكن اغلب العناصر تقدر تجهزها ان شاء الله المنتخب قوي باذن الله في كاس العالم اللي جاي. في انباء عن تواصل ما بين اتحاد الكره المصري وزلاتكو داليتش مدرب كرواتيا تاني كاس العالم. طيب زلاتكو داليتش، هي المشكله انت بتتكلم في ماليات. زلاتكو داليتش حاليا قبل كاس العالم كنت ممكن طبعا تتفاوض معاه، لانه كانت تجاربه كل اغلبها ما بين الدوري في كرواتيا وكمان الدوري المحلي في السعودي تقريبا او الامارات. لا مسك هو بدايته كانت الهلال السعودي وبعد كده اتنقل لفريق تحت 23 سنه المنتخب فريق الاولمبي في الهلال، وبعد كده مسك اعتقد قادسيه تقريبا في برضه في السعوديه، واتنقل بعد كده للعين الاماراتي ومشي هناك لما جماهير العين الاماراتي رفعت لافتات بتطالبه بالرحيل. كان ممكن في الوقت ده تقدر تتفاوض معاه ان هو لانه خلاص على امكانيات ممكن امكانياته تساعدك، لكن دلوقتي انت بتتكلم تاني كاس العالم، مرشح النهارده لافضل مدير فني في كاس في عام 2018 ده صحيح. وده لقب هايل جدا، وهو ممكن يبقى مرشح ليه بقوه، ممكن يبقى من ضمن الثلاثه الافضل على مستوى العالم. فبالتالي السعر والايمج بالنسبه لداليتش صعب جدا تتكلم عليها، هو في مفاوضات، ولكن انا امبارح قريت خبر لداليتش او تصريح لداليتش وكيل اعماله بيقول ان هو غضبان جدا من الراتب اللي محطوط له السنوي في الاتحاد الكرواتي، هو عقده مستمر لحد 2020. اللي شفته من الخبر ان هو زعلان ان راتبه 3.8 مليون استرليني في السنه. انت لو جيت تبص لها من هنا، هو لو هيسيب يبقى انت على الاقل اعرض له 4 مليون استرليني. انت بتتكلم 4 مليون استرليني بكم لو بتضرب 26 انت تقريبا عقد الرعايه كله تقريبا ممكن في سنه واحده. يعني الزملاء في الكنترول بقى يحسبوا لنا 4 في 26 بكام؟ فرقم طبعا صعب. اعتقد داليتش بعيد جدا عن تدريب منتخب مصر، احنا حدودنا او امكانياتنا خاصه بالنسبه لاتحاد الكوره. والنهارده كانت نقطه مهمه كمان اكدها المهندس احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكوره لما اتكلم وقال احنا اللي هنمول المدير الفني، يعني ما فيش اي جهه في مصر. وهو كمان قال اتحاد الكوره ما بياخدش اي فلوس تماما من اي جهات سواء جهه حكوميه او جهه خارجيه، وما بياخدش اي ومش هياخد فلوس من الشركه الراعيه لتعويض الفلوس اللي بيصرفها للمدير الفني الجديد. وبالتالي اعتقد سقفنا ممكن يبقى 150 الف دولار في الشهر، ممكن الجهاز كله على بعضه يتكلفك 2 مليون دولار. اعتقد ده رقم مناسب، انت بتتكلم في 38 مليون جنيه في السنه بالنسبه للجهاز. الزملاء حسبوها في الكنترول 104 مليون جنيه مصري في السنه. اعاد الرعايه ب 405 مليون في 4 سنين. فانت معدي عقد الرعايه. خد عقد الرعايه كده. طيب على اي حال احنا لو يعني استثنينا الشق المالي من الحسبه بتاعتنا، يعني صحيح زلاتكو داليتش، عندنا هيرفي رينار، وعندنا خافيير اجيري، ترشح مين في طريقه لعبه؟ اجيري اعتقد بيلعب بطريقه 4-3-3 تقريبا، يعني لو الذاكره ما بتخنيش 4-3-3 او 4-2-3-1، ده بالنسبه لخافيير. بالنسبه لهيرفي رينار اعتقد 4-3-3 تقريبا، وعندنا زلاتكو داليتش، ترشح مين الاقرب ان هو فنيا؟ وجهه نظري واللي انا عشته كمان، انا كنت موجود مع المنتخب في كاس الامم 2017 في الجابون، كنت موجود مع المنتخب المغربي لما كان لعبناه هناك وكسبناه بهدف كهرباء. لا انا شفت منتخب مختلف. هيرفي رينار على فكره لما مسك منتخب المغرب مسك ومنتخب متدمر تماما، ما كانش منتخب قادر يقف على رجليه. حاليا انت بتتكلم في المنتخب اللي هو يعتبر افضل المنتخبات الافريقيه طبعا بعد السنغال، واللي قدمت افضل المنتخبات العربيه، خلينا قلنا العربيه الاربعه اللي قدمت صوره مشرفه ممكن الى حد كبير في المونديال اللي فات. كمان هو مدرب يقدر كمان يطور المواهب اللي عندك، هو مدرب وكمان خبراته الافريقيه، مسك منتخبات كتيره جدا طبعا، اعتقد مسك زامبيا، مسك كمان كوتيفوار، ومعاهم خد بطولات كتيره. اعتقد ان هو الانسب لطريقه لعب منتخب مصر وهيقدر يطورنا كمان. وكمان هو بيهتم بالشق الدفاعي، هنقدر يقدر يعمل لنا الكارثه دي. احنا عندنا كارثه ظهرت في كاس العالم اسمها الشق الدفاعي،
طبعا كملت الشق الهجومي كمان اللي ضايع عندنا، انت ما سجلتش غير سوى الكره اللي هو يعني بيعتمدها في التاكتيك بتاعه، هي كره هجوميه شامله طبعا بيلعب بتاكتيك شامل ان شاء الله. اعتقد باذن الله يعني انا عندي امل ان هو طبعا الاخوه في المغرب ما يزعلوش، لكن هو انا وجهه نظري ان هو الخيار الانسب لابد من اتحاد الكوره يكثف المفاوضات معاه، هو المدرب الانسب لطريقه لعب منتخب مصر الفتره اللي جايه. داليتش طبعا اتمنى وجوده، ولكن هيبقى من المستحيل انه يبقى موجود في الفتره الجايه. ده احنا قلنا اول اختيار هيرفي رينار، ثاني اختيار رينار حاليا دلوقتي اجيري، هو رقم واحد في بالنسبه للاربعه المرشحين في الوقت الحالي. عظيم جدا. ده بالنسبه للمرشحين الاجانب، بالنسبه للمرشحين المصريين هل ما زال الكابتن حسام حسن ليه حظوظ في تدريب المنتخب المصري ولا خلاص بقى بعيد عن المشهد تماما؟ الكابتن حسام حسن في الفتره اللي فاتت تم ترديد اسمه اكتر من مره بالنسبه لتدريب منتخب مصر، وعلى فكره مفيش مجلس اداره اتحاد الكوره ما عندوش اي مشكله ان هو يسند المهمه لحسام حسن. يعني انا اتكلمت مع اكتر من عضو مجلس اداره قالوا ما عندناش مشكله للكابتن حسام حسن، وهو هيبقى اضافه كبيره لمنتخب مصر خاصه اللي بيعامله مع النادي المصري باقل الامكانيات، عامل انجازات كبيره جدا. ولكن هي المشكله ان مجلس اداره مفضل في الوقت الحالي مدير فني اجنبي. يعني هو الرغبه هو طول عمره تقريبا بيفضل مدير فني اجنبي باستثناء فتره كابتن حسن وبعديها كابتن شوقي غريب اللي طبعا هي تجربه كابتن حسن شحاته خلتك ان انت كان ممكن يبقى تفكر في المدرب المحلي، ولكن تجربه كابتن شوقي غريب مع منتخب مصر كانت سيئه جدا، ما كانتش موفقه تماما، مع انه طبعا كان عامل سجل حافل مع المنتخب الاولمبي طبعا ولكن بعديها انت 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 فشلت في الوصول لنهائيات كاس الامم وطلعت اخر المجموعه، خسرت من السنغال وخسرت من تونس، خسرت يعني كانت اعتقد كانت تجربه سيئه جدا. فبالتالي بدايه من شوقي غريب انت بدات تبص للمدرب الاجنبي مره ثانيه، كان هيكتور كوبر وحقق معاك نجاحات كبيره. اعتقد اتحاد الكوره بص كمان ان تجربه هيكتور كوبر الى حد لو انت بقى شلت تجربه كاس العالم منها خالص، هي تجربه حققت نسبه 100% من اهدافها، لان الهدف الرئيسي والتاهل لنهائيات كاس الامم وده تم في الجابون ووصلت نهائي بعد 7 سنين من الغياب. كمان الهدف الثاني التاهل لكاس العالم في روسيا بعد 28 سنه وده حصل، وطبعا انت محققه قبل الجوله الاخيره كمان بجوله. فبالتالي اعتقد هو تجربه كانت مؤثره بشكل كبير. حاليا مجلس الاداره مصر على التجربه الاجنبيه، وان كان يعني في بعض الكلام كده على كابتن حسام حسن، هو الكلام يعني بيدور بس في حوالين كابتن حسام. الفترة اللي فاتت كان في اتصالات ما بين كابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن شقيقه والكابتن حازم امام، تم توضيح بعض المشاكل والخلافات اللي كان في تصريحات خرجت من كابتن حسام وكابتن ابراهيم، قالوا يعني ليه حازم هو اللي يختار مدير فن منتخب مصر. تم توضيح الخلاف ده، وكابتن حازم على فكرة قال له انا اكتر واحد عنده رغبة ان انت تبقى موجود زي ما كنت قبل كده. عندي رغبة عايز افهم كابتن حسام كابتن ابراهيم عندهم اعتراض على اسناد المهمه، كان في تصريحات للكابتن حازم امام صح ليه؟ كان في التصريحات قال لا هو بيقول كابتن حازم يعني ده شان داخلي لاتحاد الكره تسند الامر لمن تراه يعني ملائم. وجهه نظري او المعلومه المؤكده ان هم وصل لكابتن حسام وكابتن ابراهيم معلومات غير حقيقيه ان كابتن حازم ما عندوش الرغبه في وجودهم، وده على فكره على عكس المشاع تماما. كابتن حازم اللي انا اعرفه من معلومات كمان جوه المجلس ان كابتن حازم كان قال لمجلس اداره طب ايه المشكله لما نشوف كابتن لما تشوف حسام حسن ونديله التجربه في الفتره دي، واحنا عندنا اعتقد ان احنا بنسبه كبيره متاهلين لكاس الامم ان شاء الله باذن الله لكاس الامم 2019 برغم خسارتنا المباراه الاولى امام المنتخب التونسي. يعني اللي اقترح اسم كابتن حسام حسن هو كابتن حازم امام، وهو تم توضيح الكلام ده في مكالمه ما بينهم، ويعني كان شيء لطيف ما بينهم ان هو كان اعتذار خفيف كده في التليفون واحنا ما نقصدش والكلام ده كله. واعتقد بالتالي مجلس اداره بدا يعيد النظر في امكانيه وجود كابتن حسام وكابتن ابراهيم في راس الجهاز الفني، ولكن حتى الان الاختيار اجنبي بنسبه تتجاوز 70-80%. طيب احنا نتكلم على راس الجهاز الفني دلوقتي المرشحين صحيح. الجهاز اللي معاهم بقى هيكون جهاز مصري وطني ولا جهاز برضه اجنبي؟ النهارده برضه يعني في مثلا احد المدربين
الاجانب هو مش بيمشي مش بيتحرك الا بمدرب الاحمال بتاعه بالمساعد بتاعه. على فكره اغلب اعتقد هو خفير تقريبا اغلب المدربين الاجانب في الوقت الحالي ما بيتحركوش غير بمساعدين بالطقم بتاع الكروب بتاعهم كله. نعم. على فكره ده خلاص بقت معروفه في العالم. يعني انت لو بصيت دلوقتي للجهاز الفني لنادي الزمالك بالكامل اجانب حتى بما فيهم المترجم هو شقيق سعودي، فبالتالي انت بتتكلم خلاص هي كرة القدم كده كل واحد بيشتغل مع تيم معين بياخده معاه بتنقل بيه في اكتر من مكان. فبالتالي اعتقد وده على فكرة المهندس احمد مجاهد النهاردة لما تسئل في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع مجلس ادارة اتحاد الكورة اتقال له هل انتوا حددتوا الجهاز المعاون؟ طب قال طب مش لما حدد المدير الفني بالنسبه الفني وانا بتفاوض معاه ممكن يقول لي انا معايا مثلا مدرب عام، معايا مخطط احمال، معايا حد معين. بس برضه يعني اتحاد الكره بيبقى ملتزم باطار معين اداره مالي. ما هو طبعا اطار مالي، فهو ما انا بتكلم معاك ان هو المدرب والمساعدين هيبقوا في الاطار المالي اللي محدده اتحاد الكره، مش هيتخطوه. يعني الموضوع ده محسوم. ولكن هو انت بتتكلم في ان مين اللي هيبقى موجود في الجهاز مع كابتن مع المدرب الجديد. يعني كان كلام في الفتره اللي فاتت كان كلام على كابتن حسام غالي ان هو يبقى مدير منتخب مصر، وهو اعتقد هيبقى الموضوع صعب خاصه ان هو موجود دلوقتي منسق لجنه الكره في النادي الاهلي. كمان كان في كلام على كابتن احمد حسام ميدو انه يبقى موجود مدرب عام مع المدير الفني الجديد. تمام. خاصة ان عنده تجارب كبيرة وعنده خبرات يقدر يكمل مع طبعا وخبراته النجومية. يعني حسام ميدو كمان هتفرق معاه قوي نجوميته في الملعب، زيه اعتقد زي صلاح زي محمد النني يقدر كمان يسيطر على اللعيبة. نعم. وده اللي كان غايب في كاس العالم لان ما كانش فيه مدير المنتخب مدير كروي يقدر يسيطر على اللعيبة. كان فيه كابتن طبعا ايهاب لهيطة والمهندس ايهاب لهيطة بنوجه له كل الشكر، ولكن كان دوره اداري بحت ما كانش دور فني. على اي حال الاستاذ عاطف شادي احنا كان المفروض كمان نتكلم برضو على ميركاتو الصيفي عندنا في مصر، وبس انا فضلت ان نرجئ الموضوع ده لبكره ان شاء الله. كان موضوع مهم جدا، موضوع يعني كل المصريين طبعا مهتمين بيه، من هو المدير الفني القادم للمنتخب المصري. استاذ عاطف شادي الناقد الرياضي في جريده الجمهوريه بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. اذا مشاهدينا بعد ان نكون قد وصلنا لنهايه هذه الساعه الرياضيه، غدا ساعه جديده من ساعات الرياضه. Correcto.